الاخر ما كان لا صوت لله ضربت سم. معكم بوسحاق في نون فيلتر. نو فيلتر. اول حاجه الحمد لله لانني وليت نفرق ما بين قرايتي والخدمه اللي هي يوتيوب، يعني كل حاجه عاطيها وقتها. اول حاجه اليوتيوب يعني راه تشوفني فيه اجور، يعني بنادم تيقول هذا ما عندوش شي حاجه اخرى اللي تيديرها، ولكن الحمد لله باقي مكمل قرايتي وغادي فيها مزيان الحمد لله. وثاني حاجه اللي وليت انديبوندون راسي، يعني وليت تنقضي حوايجي راسي، يعني ما نقولوش وصلنا يعني انك انت في عمر ديال 21 عام يعني تتصافر راسك، يعني تشري ماتيريال راسك، تتانفيستي فلوس في شي حاجه اللي تتخصك ولا انك اللي تخدم بها مع الوقت. هذه الحمد لله. شكي حاجه هي انني قنعت بنادم باش انني نعجبه، واول وحده هي الوالده اللي كانت بعيده على هذا السيل هذا ولات متبعه معايا ديما، واي رياكشن تتفرج فيها وديما تترشرش. اول حاجه هي واحد التجربه اللي ما ننساهاش هي ديال الحريق، ودوس فيها بزاف الحوايج اللي خايبين، يعني لدرجه انهم ماتوا فيهم اصدقاء ديالي، وتا انا اللي كنت الريسكي براسي كيف ما تيقولوا، ومع الوقت ندمت عليهم بزاف، يعني ترجعني لهذيك البيريود كنت ندير فيها شي حوايج للاخرين، يعني المده ديال عام وانني تنفكر غير الريسك، يعني حوايج اللي خايبين بزاف. ثاني حاجه هي كنت في واحد الحصه ديال الفيزيك في الليسي، وكان استاذ فهمتي بحال قلل الاحترام للوالده ديالي بسبب واحد الروتار ديال 5 دقائق اللي تعطلت وجاي في الشتاء فازك صافي، قال لي ما تدخلش، يعني صافي كان عليه ما يدخلش يجري عليا عادي، يعني اي واحد تيجري عليه استاذ تيمشي في حاله صافي، لدرجه انه جبد الوالده وهذا ضربته مشيت في التقاريع ديك الحريره، يعني صافي بنادم ما تيشوفش بلي انا الاستاذ راه جبد هذا هكذا، ولكن مع الوقت نادم معايا الحال، يعني ما كانتش تكون هذيك رده الفعل صافي، هذا تخليه منه الله هذا هو. وثالث حاجه هي مع ليكيب ديالي، ليكيب ديالي اللي تيشوفوا فرحاني فهمتي بحال ما وقع والو، واحد المده ديال جوج سوايع وحنا طالقين الريكورد، تنريكورديو في واحد الحلقه من فلاش باك، في واحد الكونسيبت اللي زوين بزاف اللي تنفتخر براسي حيت دايرو، جوج سوايع وحنا تنريكورديو في الاخر ما كان لا صوت لا والو. وحده هي اللي ما ننساش، واحد النهار هي كان خصني نسافر ضروري، وفهمتي يعني العائله ما جاتش، انك انت باقي صغير كيف ما قلت لك، انا راه هذيك الساعه راه 15 عام وقيله 16 عام، كاينش فلوس باش انك غادي تمشي تسافر، ولا انك تقول لهم اعطيوني نسافر، هذيك الساعه صافي تسمع تسافر سواء مع الاخ ديالك سواء مع العائله. صافي كنت خارج في الشارع وانا ما عندي حتى ريال، يعني هذيك الساعه انا ما كانش عندي هذاك المشكل ديال العائله واش نسافر ولا ما، يعني صافي عندك فلوس سافر كاينش مشكل. صافي خارج في واحد الشارع تما جات لي واحد خيتي دايزه بالطوموبيل، صافي راش قاد ما قال لي راسي فهمتي، تلاح عليها تلاح على الطوموبيل صافي، خيتي ضربات انت عارف العيالات فهمتي تضربهم كذا اش واقع لك كذا، يعني صافي وديك الساعه انا باغي فلوس فهمتي، يعني راه ما مقصح ما والو، ولكن الضروري خصك تمثل شاد ركبتك شاد شي حاجه صافي، بحال كنت فارات الحمد لله ودبرات علينا ووصلتني شال داري بفلوسي، وغدا غادي مسافر الحمد لله. ثاني حاجه هي كنت جبت 3 في الخامس، والذكاء فهمتي معنا ذكي بزاف 3 قداش فهمتي، رديت 8. دابا الوالده عندي تتسول، راك عارف هذيك في الابتدائي غولاسيون ديال الوالدين مع هذا ديما تيتلاقاو كذا صافي، وهي عارفاني زابلها في النقاط، عارفني زابلها يعني ما نفوتش 5، يعني المشاهد ما يفوتش 5، تجي الوالده 8 ياك تتصون على الاستاذ شحال جاب ولدي، تتسمع 3 لو تتسمع الشباط 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 في الدار كليت قاتله اللي ما نساش. ثالث حاجه كنت عاقل على راسي واقف في واحد الدرب، ديك الدرب تيكونوا فيها الدراري الباسلين، وانا عواقف فهمتيني واقف وكذا، شويه تنشوف البوليس جاي وجاي قاصني واحد وتتشبك تعلاق، وانا راه ما داير والو تنقول لك، يعني كان يوقف عليا قال لي ما داير والو دري درويز زويون كذا راه ما يدير، وبقيت وسخفت وما عرفتي مع تتفكر انك جدك البوليس
وتتجري عرفتي انا عارف تتولي هذيك الساعه. وفي الاخر شدوني كانوا شدوني بواحد القوت قالوا كذا. قلت له والله ما عندي شي حاجه ما داير والو كذا. قال لي ومسخفني وضربني بواحد السماكه كنت سمعات صافي مشيت للدار.